عبرت بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات في بيان أولي تم تقديمه خلال ندوة صحفية أن الانتخابات التشريعية في تونس تمت في ظروف مرضية من حيث مناخ الحرية والشفافية، ولم تسجل تجاوزات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات. لاحظت بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات أن 97% من مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد لها، كما أن التأخير الملاحظ في بعض المكاتب لم يتجاوز 15 دقيقة، وقد كان السبب فيه تهيئة المواقع. كما لاحظت البعثة أن 93% من المكاتب التي تمت زيارتها سهلة البلوغ بالنسبة للأشخاص حاملي الإعاقة ومهيئة تضمن سهولة عملية التصويت. واعتبرت بعثة الاتحاد الإفريقي في بيانها أن حسن فهم إجراءات الاقتراع والمناخ الهادئ الذي ساد المكاتب مكن من حسن سير العملية الانتخابية، إضافة إلى تسجيل المشاركة المكثفة للناخبين في توقيت فتح مكاتب الاقتراع. تمت عملية الفرز مجملا في كنف الهدوء وطبقا للإجراءات بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والملاحظين المحليين والدوليين. ورغم أن بعثة الاتحاد الإفريقي لملاحظة الانتخابات سجلت في بعض الحالات عدم تحكم أعوان المكاتب تماما في إجراءات الفرز، إلا أن ذلك لم يؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وناشدت البعثة كل الفاعلين السياسيين احترام إرادة الشعب، كما تم التعبير عنها من خلال النتائج التي سيسفر عليها الصندوق، واللجوء إلى طرق الطعن القانونية فقط لتقديم الشكاوى أو الاعتراضات المحتملة.